اكون انا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ خلينا اشوف في ايه. ايه ده؟ مش ممكن، ده تحول لغول فعلا. انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده غول فعلا، حياة البشرية كده هتكون في خطر. بس يا ترى الغول ده هيعمل ايه في مدينتنا؟ خلينا اشوف. يا سلام خلصنا، يلا يا ملك اطلعي، بابا هيفرح قوي ان جبنا درجة حلوة. ايه ده؟ بصي انا مراد. ايه ده؟ في ايه؟ يا نهار اسود، انت مين؟ ياس ياس، اقفل كل حاجة عشان مفيش اي غول يا كنكي يجي يأذيك. يا سلام كده قفلت كل البيت، انا خايف جدا لحسن اي غول يجي للبيت هنا واتحول واحد من الغيلان. او ماي جاد، مش عاوز اكون كده ابدا. خلينا نشوف الاخبار. اعزائي المشاهدين في كل مكان، طبعا انتوا متعودين ان انا على طول بطلع مع المذيع احمد وابراهيم، لكن للأسف انا النهاردة اللي موجود بس، لان المذيع احمد وابراهيم اتحولوا كمان لغيلان. عشان كده اعزائي المشاهدين بنبه وبقول البشر بتموت كلهم، مش عاوزين نفقد كل البشرية، الناس كلها اتحولت لغيلان. ارجوكم حافظوا على نفسكم، لكن انا بنواكم وبطمنكم وبقول لكم في فريق من الحكومة هيقتل كل الغيلان وهنرجع لحياتنا الطبيعية. باي. ايه ده؟ هيشكلوا فريق ويقتلوا كل الغيلان؟ يعني انا في الاخر هموت؟ بس انا بحب كانيكي وكانيكي بيحبني، لكن ما يعرفش ان انا لحد دلوقتي اتحولت الغول. عشان كده انا هموت في الاخر، بس كانيكي كمان لازم يموت معايا. انا لازم اتصل بيه اقابله دلوقتي. او ماي جاد، ايه ده؟ اتخضيت، الموبايل بيرن. ايه ده؟ ريزي عاملة ايه؟ كانيكي، انا ريزي، عاوز اقابلك دلوقتي. عاوزة تقابليني؟ انت ما شفتش الاخبار اللي على التلفزيون؟ انا استحالة ان انا اخرج في الوقت ده. كانيكي ما تخافش، انا هجيلك عند البيت على الشارع، قابلني دلوقتي. باي. او ماي جاد، ايه ده؟ دي جايه. او ماي جاد، ازاي بس ريزي مش بتخاف؟ كل الناس اتحولت لغيلان، وبرده رغم كده ان هي بتمشي في الشارع عادي. انا مش عارف، اكيد البنت دي وراها انها كبيره. خلينا اطلع لها على الشارع. بس انا مش عاوز افتح الباب خالص. لا انا مش لازم افتح الباب، خلينا نروح من الناحيه التانيه. او ماي جاد، انا مرعوب، خلينا افتح بسرعه. انا مش عارف بس ريزي جايه لي ليه دلوقتي، هو انا خايف يطلع لي اي غول. ايه ده ريزي، انت ازاي جايه في الوقت ده؟ الناس كلها اتحولت لغيلان. كانيكي انا بحبك يا كانيكي. ريزي، ما انا كمان بحبك يا ريزي، بس انت لازم تمشي دلوقتي، انا خايف عليكي صدقيني. كانيكي انا مش قادره يا كانيكي ان انا اعمل فيك كده، انا عاوز اعترف لك بحاجه، انا يا كانيكي من الغيلان. ايه الهزار الرخم ده يا ريزي؟ يلا امشي. انا من الغيلان يا كانيكي، والمفروض ان انا باكل لحوم البشر، ولازم اكلك عشان نموت انا وانت. انا مش قادره اتحكم في نفسي، لازم اكل لحم بشر. انا مش مصدق، انت يا ريزي من الغيلان وبتضحك عليا الفترة دي كلها. خلينا اجري، لازم اعرف في غول. مش قادر، مش لازم استسلم، خلينا اهرب. انا مش مصدق يا ريزي ان انت واحدة من الغيلان. كانيكي انا مش عاوزة اموتك، انا بحبك، اهرب دلوقتي، انا مش متحكمة في نفسي. ايه ده؟ ريزي رد عليا. ريزي رد عليا، اعمل ايه دلوقتي؟ حاسب. للاسف ماتت خلاص، مش هقدر اعمل لها حاجه. خلينا اشوف الولد التاني. ايه ده؟ كويس جدا، لسه بيتنفس، بس محتاج دم بسرعه، انا لازم انقل له دم من البنت اللي كانت معاه. دماغي. او ماي جاد، ايه اللي حصل؟ دكتور، ايه ده؟ الولد فاق. دكتور، يا دماغي، ايه اللي حصل يا دكتور؟
لحظة واحدة خلينا ندخل واقفل الباب عشان محدش يشوفنا. وليه النور مطفي يا دكتور؟ انا هنا دكتور في السر، لو اي حد من الغيلان عرف مكاني هيموتني، عشان كده انا طافي نور المستشفى كلها وانا بساعد المدينة بتاعتي عشان البشرية ما تنقرضش والغيلان ما تقتلهمش كلهم. انت دكتور طيب وبرافو اللي انت بتعمله، احنا فعلا البشرية خلاص مقربين نموت كلنا بسبب الغيلان، بس انا حاسس ان في حاجة في دماغي غريبة. هو فين البنت اللي عملت معايا حادثة يا دكتور؟ للأسف البنت اللي كانت معاك ماتت. ايه ده ريزي ماتت؟ لا، وانت كمان احمد ربنا، انا لولا خدتلك منها دم وخدت من جسمها اعضاء لجسمك المدغدغ كان زمانك ميت. ايه انت بتقول ايه يا دكتور؟ خدت لي منها دم وكمان من اعضاء جسمها؟ اوه ماي جاد، دي كانت من الغيلان. ايه ده؟ يعني ده معناه انت هتكون غول؟ انا هجري دلوقتي. وانا مش مصدق، خد من جسمي ريزي دم ونقل اعضاء من جسمها لجسمي عشان اعيش، ده معناه ايه؟ ان انا هتحول لغول؟ لا مش عاوز اكون غول واكل لحوم البشر. اخيرا صحيت من النوم، انا مش عارف ايه اللي حصل لي. يا دماغي، خلينا ندخل بسرعه الحمام. ايه ده؟ هو ايه اللي انا شايفه في المرايه ده؟ انا مش مصدق. ايه ده؟ هي عيني بقت حمرا كده ليه؟ لا مش ممكن، انا مش مصدق، مش عاوز اكون واحد من الغيلان. اوه ماي جاد، انا مش عاوز اكون من الغيلان، لا انا اتحولت لغول، انا ما كنتش عايز ابقى غول ابدا، انا استحاله ان انا اذي البشر واكل لحم بشر، لا مش هاذي البشر ابدا، انا لازم اتصرف واخبي عيني عشان محدش يعرف ان انا من الغيلان ويموتني. غريبه، ما شفتش كاريك بقالي فتره. بونو، ايه ده؟ حضرتك ناديت عليا يا استاذ روسو؟ ايوان، انت شفت كاريك الفتره اللي فاتت دي؟ انا ما شفتوش خالص. بما ان كاريكي ما بيجيش عندنا هنا الكافي شوب، معناها اتحول لغول. ايه ده؟ انت متاكد يا مدرب روسو؟ يعني كانيكي دلوقتي بقى غول زينا؟ ايه ده اللي انت بتقوله؟ انا قايل لك ما تقولش لاي حد ان احنا غيلان. احنا يا بونو غير اي غول، احنا بنتحول لبشر وبناكل لحم البشر، بس البشر الاشرار اللي يستاهلوا يموتوا، عشان كده ما تقولش لاي حد ان احنا غيلان تاني والا هموتك وقتها. استاذ روسو انا اسف، مش هقول خالص ان احنا غيلان تاني، انا هروح دلوقتي اشتغل، انت عاوز اي حاجة؟ لا يلا روح، انا لازم اعرف ايه اللي حصل لكانيكي، كان على طول بيبقى عندنا هنا. ودلوقتي انا اخترعت القناع بتاعي، قناع كانيكي، عشان محدش يعرف ان انا غول، بس ما بقاش ليها لازمة ان انا افضل موجود في البيت، خلينا اروح الكافي شوب طبعا اللي انا كنت بعيش فيه حياتي كلها مع كل اصحابي، بس للاسف كلهم اتحولوا لغيلان ودلوقتي خلاص امشي في الشارع عادي عشان انا بقيت غول، واي غول ما يقدرش يعمل لي حاجه دلوقتي، بس انا مش عاوز اكل لحم بشر خالص، مش عاوز اذي البشر. ايه ده كانيكي؟ انت بقالك فتره ما بتجيش هنا. كانيكي ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ مدرب روسو انا لبست القناع ده عشان عيني عندها حساسيه، والدكتور هو اللي قال لي اعمل كده. ايه ده كانيكي؟ كانيكي افتكرناك اتحولت لغول. بونو لا ما تحولتش لغول. ايه ده اللي انت عامله في نفسك ده يا كانيكي؟ خلاص بقى مدرب روسو انا عاوز اسالك كام سؤال، هو الغول بيقعد قد ايه عشان لازم ياكل لحم بشر؟ وكمان نفسي اعرف ايه اللي حصل للبشر عشان الغيلان تبقى موجودة، وازاي نقدر نحافظ على البشر تاني. كانيكي انا بلاحظ ان كلامك غريب وبقيت بتتكلم على الغيلان وعاوز تعرف على معلومات كتير، مع اني الاول خالص ما كنتش بتحب الغيلان وبتكره الكلام عنها. كانيكي احكيلي بصراحة. ايه ده استاذ روسو؟ لا طبعا انا كل اللي عاوز اعرفه ان احنا نرجع للبشر تاني حياة طبيعية. كانيكي اكيد اتحول لغول، لكن غول بعين واحدة. ازاي؟ كانيكي وريني عينك التانية اللي تحت الماسك. استاذ روسو لو ما قلت ليش انا امشي، هتقول لي قصة الغيلان ولا امشي؟ كانيكي الحكاية بدأت من 20 سنة
لما دكتور جيرارد ادى عليك بوزي لأول واحد من البشر وبعدها تحول لغول وآذى الأطفال في المدرسة والأطفال آذوا البشر في المدينة وانتشرت الغيلان وبقت بتقضي على البشر كلهم وبتاكل لحم البشر. دكتور جيرارد هو الدكتور ده اللي المفروض يموت لأنه هو اللي اخترع أول غول. هو الدكتور ده لسه عايش؟ أيوة عايش وهربان. الدكتور ده أكتر واحد لازم يموت. الكافي شوب أكيد الكافي شوب ده أصحابه من الغيلان، إزاي هيفتحوا الكافي شوب كده في المدينة ومش هيخافوا من الغيلان أبدا؟ حضرة الضابط لازم يموتوا. نعم يا حضرة القائد. قدرت تعرف أي حاجة عن أصحاب الكافي شوب؟ لا يا حضرة القائد، وأنا أعتقد إنهم من البشر عاديين، بس أعتقد إنهم شجعان ومش بيخافوا من الغيلان. لا أنا واثق إنهم غيلان، عشان كده لازم يموتوا دلوقتي. تعال ورايا. لازم يموتوا. ماشي يا أستاذ روسو، أنا همشي. كاريكي وريني عينك. أستاذ روسو أنا همشي. يلا. ايه ده الصوت ده؟ ايه ده يا أستاذ روسو؟ ايه ده في ايه؟ انتوا هتضحكوا علينا الفترة دي كلها، انتوا من الغيلان، اكيد من الغيلان، عشان كده مش خايفين وفتحين الكافي شوب، عشان كده انا هموتكم دلوقتي. انا القائد، لازم ارجع الحياة الطبيعية للبشر تاني واقتل كل الغيلان. ايه ده هو استاذ روسو من الغيلان؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مش لازم اخليه يموته. ايه ده انت قصدك ان انتوا عايزين تموتونا عشان احنا من الغيلان؟ بس احنا مش من الغيلان. انتوا هتموتوا، امسك. يلا بينا يا حضرة الضابط. حاضر يا فندم. اي حد اشك فيه ان هو غول مش هفكر في حياته، لازم يموت على طول. زي ما قتلتهم وهم ابرياء انا كمان هموتك. استاذ روسو بونو انا مش مصدق ان انتوا متوا. استاذ روسو انا كنت عاوز اقولك ان انا مخبي عيني عشان انا واحد من الغيلان. استاذ روسو رد عليا، انت اكتر شخص انا كنت بحبه. استاذ روسو. ايه ده البيت بتاعي منور ليه؟ غريبة، اكيد في غول جه هنا، انا لازم اعرف فيه. ايه ده مفيش اي حد، امال مين اللي نور النور؟ انا. ايه ده انت مين؟ انا كانيكي كان اللي هموتك عشان انت موتت ابرياء وما كانوش من الغيلان. انت عاوز تموتني؟ انا اللي هموتك دلوقتي. ودلوقتي انا غول لازم اكل لحم بشر. خلينا اكل اللحم بتاعه. اكلت لحم بشر لاول مرة ودلوقتي اي بشري هيتعرض لي لازم يموت. ميت سنة من حياة كانيكي كان، بس انا دلوقتي بقيت زعيم الغيلان واقوى غول موجود في المدينة كلها. هل اللي انا بعمله ده صح؟ وان انا اكل كمان لحم بشر؟ بس انا مش بتحكم في نفسي، انا لازم اشوف اي حل ان انا ارجع الغيلان كلهم لبشر استاذ روسو كان قايل لي ان الدكتور جيرارد اللي اذى اول غول وحوله لسه عايش. لو انا فعلا عاوز انقذ البشر من حياة الغيلان لازم الاقي دكتور جيرارد، ولو هو لسه عايش لحد دلوقتي اكيد مش هيكون عايش هنا في المدينة، هيكون عايش تحت الارض عشان يحمي نفسه. اكيد الدكتور جيرارد ساكن هنا، البيت ده تحت الارض، اكيد هو قاعد هنا وده البيت الوحيد اللي انا ما بشوفش اي حد خالص يخرج منه. خلينا اشوفه. ايه المكان ده؟ خلينا ننزل تحت بسرعة. ايه ده؟ لازم اعمله. ايه ده؟ دكتور جيرارد. ايه ده؟ انت مين؟ لو قربت مني هرش عليك العلاج. علاج ايه بس؟ انت دمرت البشرية كلها بسبب ان انت جربت علاجك على اول انسان وحولته لغول. انا دلوقتي هخليك تحس بنفس الاحساس وموتك. بس انا اخترعت علاج ولازم نجربه على الغيلان واكيد هينجح لان قعدت 150 سنة بجربه.
ايه ده؟ اخترعت علاج؟ اديني العلاج ده وقول لي استخدمه ازاي. لازم ننقذ البشر من الغيلان. طيب ماشي، بس انت شكلك غريب قوي، انت مختلف عن الغيلان. العلاج اهو امسك. انا شكلي غريب عشان انا كانيكي كان زعيم الغيلان، والعلاج ده لو منفعش انا هحولك لغول. روح جربه بسرعة ورشه من على مكان عالي. انا لازم اعمل كده، لازم انقذ البشر كلهم، مش لازم يتحولوا لغيلان. ايوان وصلت لاعلى مكان في مدينتنا، ودلوقتي لازم ارش العلاج كله عشان انقذ حياة البشرية كلهم وما يكونش فيه غيلان تاني، مع ان انا كانيكي كان زعيم الغيلان. مش عاوز اتحول غول، خليني اقتل. ارجوك ما تاكلنيش. ايه ده؟ هو انا فين؟ انا واقف هنا ليه؟ ايه ده؟ انت بخير؟ الحمد لله، انت كنت هتاكلني. ايه ده؟ قصدك ايه؟ انت كنت واحد من الغيلان وكنت هتاكلني. ايه ده؟ امال انا رجعت انسان ازاي؟ عشان انا اللي استخدمت العلاج ده من على الجبل. ايه ده؟ غول غول. ايه ده؟ غول؟ يا نهار ابيض، انا هطلع اجري. غول غول. ايه ده؟ ما تخافوش، مش هعمل لكم حاجه. بس انا مش هاذي حد منكم ابدا، انتوا خفتوا ليه؟ انا هطلع اجري. انتوا خايفين مني للدرجه دي؟ بس انا غول طيب، مش هعمل لكم حاجه. حد يكتب لي في الكومنتات تحت ازاي ارجع لحياتي الطبيعيه وما كنتش كانيكي كان زعيم الغيلان، وهل فعلا العلاج ده هينفع عليا واني رجعني انسان تاني. اكتبوا لي تحت اجرب العلاج ازاي.